عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو جديد ونهار جديد وفلوق جديد، هذه المرة من المغرب إن شاء الله يا ربي. وصلنا على خير وبخير ودست الأمور إن شاء الله على ما يرام. من بعد كنت خايفة كيف ما تبعتوا معايا في الفيديو السابق المشكل اللي كان داير لنا عمي الحاج، نسميه عمي الحاج. انت اول مره كتشاهد القناه ديالي، انا اسمي فاطمه، اسم القناه ديالي ليندا فاتي فلوغ. ما تنساش دير الاشتراك والجرس وواحد اللايك وواحد التعليق باش دائما يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله. كنشكر بزاف بزاف بزاف، دائما غنبقى نشكركم ونعاود نشكركم ودائما نبقى نشكركم دائما على التعاليق ديالكم الزوينه وعلى المتابعه ديالكم للقناه ديالي. ومرحبا بالناس الجدادين ومرحبا حتى بالناس القدامين، وكنشكركم بزاف على الكلمات الزوينه الطيبه في الحق ديالي. شكرا لكم بزاف بزاف من القلب، وكنبغيكم بزاف وكتزيدوا تشجعوني باش نزيد نعطي بزاف حيت بزاف عندي ما نحط في القناه. المهم نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله بحول الله. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو السابق، كنت جبت معايا خوصي يعني الصالوني اللي معايا جبته، وكان يعني المهم الرحله دازت بخير وعلى خير. باش نصحح واحد المعلومه، كنت غلطت في الفيديو السابق، كنت خلصت 107 الاورو، درت ليا 57 لتر، ولكن فاش جيت نهضر قلت عطيتها خلصتها 100 الاورو وردت لي 3 اورو، راه كنت عطيتها 110 الاورو تقريبا، المهم ماشي 110 وقيله، المهم اكثر من 100 الاورو عطيتها وردت لي 3 الاورو. راني غلطت في الحساب لانني كنت مستريسيه وكنفكر حيت شحال هذه ما جينا بالطوموبيل، وكنفكر كيفاش غيدوز السفر. وما نكذبش عليكم، خال عني هذاك المازوط كنت كنقول غنحط فيه واقيلا شي 300 الاورو غير مازوط غير باش نوصل للخزيرات. الحمد لله شكون اللي دازت الامور بخير وعلى خير، السفر داز مزيان على ما يرام، كل شيء هو هذاك. وقفنا 3 المرات وقيلا اش 4 المرات اللي وقفت، نعس 2 المرات يعني في الطريق كامله ما بين سانتاندير، انا كنسكن سانتاندير، ما بين سانتاندير والخسيراس درنا ليله ونهار، يعني وصلنا مع العشيه مع جوه ديك العصر. المهم دازت الامور على ما يرام. كما قلت لكم كان خوصي خلى البسطام ديالو في الدار، في الدنيا ديالو وفيه الفلوس، وجبنا غير الباسبور والحمد لله ربي نشكرو. لا بس عرفتي كنا حنا مخلوعين ما ضربنا الفقد حتى وصلنا لكاديس. ملي وصلنا لكاديس فاش درت ديك المازوط تاع 20 الاورو اللي كما شفتو، بقى كيقلب على البسطام ديالو يعني باش كنبريباراو باش نوجدو الوراقه ديال ديك المسائل، حيت انا كنوجد كل شيء قبل ما نوصل لسبته. هو عاد ضرب الفقد بالله، راه نسى البسطام ديالو ونسى الدنيا ديالو ونسى كل شيء. اش كنا كنقولو؟ مهم كنا كنقولوا راه غادي نديروا شهاده ضايع بان البسطام ضاع ليه في شي محطه ديال الاستراحه ولا شي حاجه، وغادي بديك الورقه يقدر يدخل بها. المهم حنا بقينا هذا هو الحل اللي كنا بغينا نديرو. ملي وصلنا الخزيرات مشيت دخلت يعني البورتو، سولنا البوليسيه تما اللي كيكون البوليس، قلنا لهم راجلي طاع ليه الباسبور ديال الكارطيره ديال البسطام ديالو، فيه الفلوس فيه الدني، ولكن جبنا الحمد لله جبنا الباسبور. قال لنا ما تخافوش ما تقلقوش، يعني ديك الباسبور راه ساوي اكثر واكثر، يعني عنده قيمه اكثر واكثر من الدني اللي عنده، يعني هذاك الباسبور راه فيه دني وفيه باسبور، يعني صالح لكل شيء. يعني بحال لا كتقولوا دابا الديني صالح في وسط الدوله فين يعني في اسبانيا كامله، والباسبور هذاك بحال لا تقولوا كارت انترناسيونال، يعني بحال بطاقه شخصيه انترناسيونال، يعني اللي غتقدر تخرج بها خارج البلاد، وهذيك صالحه غير في وسط البلاد. المهم كنحمد ربي ونشكروه ملي دوزنا جبنا داك الباسبور. المهم مشينا سولنا البوليس كما قلت لكم في الخزيرات في البورتو، قطعنا الي روتور باش نعطيكم المعلومات مزيانه في هذا الفيديو هذا. انا حنايا 4 الناس والطوموبيل، خلصنا. جاتني واحد المكالمة وهو بغيت نكمل.
خاصني ضروري نجاوب. المهم حيت الناس هنا كيخرجوا مع العصر، حيت يلا دابا باش بدل العصر، وقلت غندير هذا الفيديو هذا قبل ما يطيح هذا الماء، يعني ما كيكونش يعني باش غادي يبان الفيديو مزيان. المهم كما قلت لكم حنايا اربعه الناس والطوموبيل كيف ما شفتوا في الفيديو السابق، خلصت ايدا وولتا خلصت 370 الاورو. قالت لي واش تخلصي غير الايدا؟ قلت لها لا، الا كانت غتجيني ناقصه ايدا وولتا قطعيها لي ما احسن، يعني الواحد خاصو يقطع ايدا وولتا ما احسن. علاش؟ وكتبقى البيه مفتوحه على عام، كما معروفه الناس كاملين المهاجرين على برا كيعرفوا بان البيه سواء ديال الطياره سواء ديال الباركو كتبقى مفتوحه العام كامل، يعني ترجعي فوق ما بغيتي. وكطيح صراحه ناقصه، وباش من يعني تقدر الواحد يقاصط الفلوس كامله ولا شي حاجه بلا ما يبقاش دا راسو عاد يقلب على لاجونس هنايا، الواحد يقطع ايدا وولتا ويهني راسو. حنا قطعنا ايدا وولتا وكتجي حتى هي ناقصه في الثمن. المهم حنايا كما قلت لكم اربعه الناس والسياره ايدا وولتا، حيت حنا قطعنا لسته، حيت حنا كنسكنو هنايا غير في تطوان يعني قريبه لينا، كنمشيو حنا دائما كل سنه كندوزو غير من السته فقط، يعني دغيا كندوز السته صافي. ها حنايا في تطون يعني بلا ما نمشي عاد ندوز من طنجة، حيت انا عمري ما مشيت من طنجة بعيدة، وكيقولوا الباركو تما غالي، ما عمرني جربتها صراحة. واخا هي فيها غير ديوانة واحدة، ولكن كنفضل ندوز جوج ديوانات وحنا قريبة ليا. المهم كما قلت لكم خلصت 370 الاورو، ودائما كينقصوا الثمن. واحد النقطه اللي فاميلي نيميرو صار راه كينقصوا ليه شي حاجه، ماشي بزاف، المهم كينقصوا شي حاجه واخا يردوا لك غير باش دير المازوط. كما قلت لكم المهم قطعنا البيه ديالنا وزنا. المهم في الديوانه ديال السبته ما قالونا حتى شي، ما طلبوا ليه الدنيا ديالو ولا حتى شي حاجه. اللي عنده الجنسيه ما كيطلبوها ليش، الا قدم باسبور يعني الاحمر، يعني اللي عنده الجنسيه فيها ما كيطلبوا ليه حتى حاجه، ما كيطلبوا ليه حتى الديني لا والو، يعني ما يحتاج. واخا خلاها في الدار ما احتاجوش. انا اللي مازال ما عنديش الجنسيه هي اللي طلبوا ليا الدينيه ديالي، لان بما اني كنتسمى حاليا لحد الان كنتسمى مقيمه يعني مهاجره. المهم وملي دزنا الديوانه ديال اسبانيا في سبته هذه كما قلت لكم ما طلبوا لينا حتى شي حاجه، الا انا فقط اللي طلبوا ليا البطاقه ديال الاقامه. المهم ملي وصلنا هذه النقطه اللي مهمه اللي كتسناوها بزاف ديال الناس، ملي وصلنا الديوانه ديال المغرب اول حاجه طلبت لينا البنت تمايا هو بطاقه السيرتيفيكات ديال الباسبور ديال الجواز التلقيح، الباسبور ديال الكيري، هذاك هو الوحيد اللي طلبت لينا، باننا حنايا حيت هذيك الورقه هذيك في هذاك الجواز السفر ديال التلقيح فيه كل شيء المعلومات، يعني شحال باكونه درتي وفوقاش درتي وكل شيء، هذاك الوحيد اللي طلبات لينا. انا كنت مخلوعه ما نكذبش عليكم، ما كنتش ما درناش حتى واحد ما دار البي سي ار، لان حنا جينا في شهر 8 وتسنينا حتى لشهر 8 حتى نشوفوا الناس شنو داروا، سبقونا ويقولوا لنا شنو كاين، كلهم دازوا قالوا لنا ما طلبوش لينا حتى واحد ما طلب لهم بي سي ار. كاين شي وحدين يعني على حسب النهار والله اعلم، المهم اكثر الناس مؤخرا ما بقاوش كيطلبوا البي سي ار. المهم درتها في يد الله وجيت ما درناش بي سي ار، جينا في يد الله طلبات لينا كما قلت لكم جواز السفر ديال التلقيح اللي درنا ديال الباكسان هو اللي طلبات لينا فقط. دزنا الديوانه ديال المغرب صافي، حتى هما طلبوا لينا غير سميتو غير الباسبورات، هو خصي ما طلبوا ليش الدينيه ديالو غير الباسبور سولو، وانا طلبوا ليا يعني بما اننا صاحبه السياره ومولات يعني مولات السياره كيطلبوا لك الوثائق ديال الطوموبيل وكيطلبوا البطاقه ديال الاقامه صافي، ولادي ما طلبوا لهم حتى حاجه، هما بنفسهم عندهم جنسيه ما طلبوا لهمش الدينيه، طلبوا لهم غير الباسبور فقط. بما انني عندي الورق ديال الاقامه يعني مازلت ما عنديش الجنسيه، انا الوحيده اللي كيطلبوا ليا بطاقه الاقامه صافي. دزنا ما سولينا لا هادي لا والو، فتحوا الطوموبيل شنو تما غير المسائل ديالنا، يعني حيت انا اصلا ما جايباش بزاف ديال الحوايج، يعني جايبه غير المانيطات فيهم الحوايج ديالي انا وليداتي فقط، يعني ما كنجيبش لان هنا الخير موجود في المغرب كلشي موجود، ما كاين علاش بنادم يبقى متقل، لان الطوموبيل ملي كتقال كيضيع الانسان المازوط بزاف وغير خساره الفلوس. ومهم انا هذه هي الفكره ديالي صافي. جينا الديوانات زنا قلبوا الطوموبيل كلشي داز هو هذاك مزيان، كلشي داز بامان الله وحفظه،
لا مشاكل لا والو. صراحة كنا مخلوعين بزاف 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 بزاف. كنا قلنا غادي يطلبوا ليه الدنيا ديالو، غادي ما عاد شنو، غادي يردونا للبي ار، غيدونا. والاكثريه انا كنت مخلوعه على البي ار، لان كنا ما درناش، وكنا كنسمعوا في اللايفات بزاف ديال شي قنوات كيقول لك راه كيدير بلا ما ديروه، اجي وديروه في سته، راه كيسوى 95 الاورو. حنايا في سانتاندير كيدير 130 الاورو. كاين كاع كاين مثلا شي وحدين، المهم على حسب الكلينيك كتمشي عنده. حنا وحده تقسيناها قبل قالت لنا 100 اورو، وكاينين شي وحدين كيصاوبوه 130 الاورو، وقيلا على حسب، حيت كاين واحد البي سي ار ديال 3 ايام وكاين ديال 24 ساعه، وقيلا ديال 72 ساعه، يعني 3 ايام هو اللي كيدير 100 الاورو، وعلى 24 ساعه كيدير 120 100 الاورو عفوا. المهم باش الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو ديالي ولا كيتفرج في القناه ديالي اول مره غطلع ليه، انا راه حنا هما طلبوا لنا شي بي سي ار، دزنا بلا حتى شي حاجه غير بجواز الجواز ديال التلقيح الكي ار فقط. يعني الواحد بلا ما يضيع الفلوس ديالو ويجي يخسر الفلوس ديالو على والو، بقى مخلوع وكلشي سافر. صراحه الديوانه خاويه وكلشي منظم، كلشي متول، كلشي هو هذاك. دزنا في امان الله بلا تاخير بلا والو، ما نكذبوش على الناس وما نكذبوش على 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 يعني على الناس اللي كيخدموا. دزنا كلشي في امان الله، كلشي لا الديوانه الاسبانيه ولا الديوانه المغرب، داز كلشي مزيان منظم، كلشي هو هذاك. ما تعطلنا ما حتى شي حاجه، وجينا بنهار وجينا نهار الاثنين والو، الحمد لله كلشي داز هو هذاك بخير وعلى خير. كنشكرهم بزاف وكنشكرهم من هذا الفيديو هذا، كنشكرهم وقايمين الصراحه بالمجهود ديالهم. كانت الديوانه نقيه وخاويه وكلشي منظم، وبزاف ديال البوليس وكلشي منظم، كلشي وهذاك. الصراحه كلشي مزيان الحمد ربي، ونشكره وكنشكرهم بزاف، وكنشكر يعني الناس اللي كيخدموا ولي ساهرين على هاد الشيء هذا، كنشكرهم بزاف من هاد الفيديو هذا صراحه. المهم هذا هو الفيديو البسيط يعني الخفيف اللي بغيت نعطيه المعلومات اللي الناس عاد كيفكروا غادي يجيو، راه بلا ما ديروا البي سي ار راه ما كيطلبوش. وهذا الشيء اللي كاين، وكنشكركم بزاف على المتابعه وعلى المشاهده للفيديو على القناه. لي اول مره كيشوف القناه ديالي، انا اسمي فاطمه واسم القناه ديالي اسمها ليندا فاتي فلوغ. الا كتطلع لك القناه ديالي اول مره، ما تنساش معك واحد الاشتراك وواحد اللايك والجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله على قناتي وقناتكم. والسلام عليكم. غادي نحط لكم شي لقطات من كنا غادي المرتيل، مشينا لواحد الفيريا وكان تبارك الله الزحام الزحام. المهم خليكم مع اللقطات الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.